اجتمع صباحة اليوم مدرب شباب بالوزداد عبد القادر عمراني رفقة المدير العام للفريق سعيد عليق مع بعض اللاعبين يعتبرون كوادر الفريق لمطالبتهم بتفسيرات حول المردود الهزيل الذي ظهر به أشباله خلال المباراة الأخيرة أمام اتحاد الجزائر، وينتظر أن تتخذ إدارة الشباب قرارات هامة خلال الأيام المقبلة خاصة فيما يتعلق بقائمة اللاعبين المسرحين في الميركاتو الشتوي.